ثلاثة الجميلة التي أتت: هتلر ورأس نفرتيتي. الملكة العظيمة نفرتيتي لما تم العثور سنة 1912 على تمثال لرأس الملكة وهي حديث أوساط ثقافية وفنية وتاريخية وسياسية كثيرة حول العالم. رأس نفرتيتي في كتب كتيرة جدا، مقالات كتيرة جدا، أفلام وثائقية عن رأس الملكة نفرتيتي. قبل حوالي 3500 سنة كانت نفرتيتي وإخناتون بيشتغلوا على إبطال تعدد الآلهة في مصر، والعمل على أن يكون في إله واحد، ودعوا إلى عبادة الإله آتون بديلا عن تعدد الآلهة اللي كان سائد قبل وصول إخناتون ونفرتيتي إلى السلطة في مصر. في محافظة المنيا تل العمارنة اتخذ إخناتون من تل العمارنة مقرا له للسلطة في مصر، وبدأ إخناتون يدعو لرؤيته الدينية والثقافية والاجتماعية، ونفرتيتي حازت اهتمام المصريين. ومنذ ذلك الحين نفرتيتي واحدة من كبار النجمات على مر التاريخ. 1912 أثري ألماني وهو عالم في علم المصريات توصل أو عثر على تمثال نصفي للملكة، وبعدين أخفاه وعمل طريقة كده يموه بيها، يعني حط بقى جير أو جبس من بره وحاجات علشان خاطر يمرر هذه الرأس إلى الخارج، ونجح 1913 إن هذه الرأس تصل إلى برلين في ألمانيا. لما رأس نفرتيتي وصلت ألمانيا كان في احتفاء بيها، لكن هو ما أظهرهاش مباشرة. بعد عدة سنوات ظهرت رأس نفرتيتي. مصر سنة 30 طلبت بعودة رأس نفرتيتي إلى مصر، لكن بعد كده هتلر أعجب بتمثال نفرتيتي ووضع رأس نفرتيتي في مكتبه. يعني حسب دويتش فيلا الألمانية فإن هتلر وضع التمثال النصفي لنفرتيتي في مكتب هتلر مباشرة، وبعد ما كان موافق إن ممكن يدي هذا الرأس لمصر رفض تماما، وكما تقول الصحافة الألمانية وقع في غرام نفرتيتي ولم يعد هذا الجزء الأثري أو هذا الأثر الكبير إلى مصر. حاولنا بعد الحرب العالمية الثانية، مجلس الحلفاء رفض، حاولنا 2015 الألمان رفضوا، وفي كل الأحوال بقى ده الوطن الثاني كما تقول دويتش فيلا لنفرتيتي، الوطن الأول في مصر والوطن الثاني في ألمانيا، وبقت رمز العاصمة الألمانية برلين. في صورة شهيرة للسيدة إنجيلا ميركل الزعيمة الألمانية السابقة وهي تتأمل نفرتيتي في متحف برلين. الرئيس مبارك قال قبل كده إنه نفرتيتي وجودها هناك هو يعني بمثابة تمثيل دبلوماسي، أو هي أفضل سفير لمصر في ألمانيا أو في الخارج. لكن رغم ذلك حاولت مصر ترجع رأس نفرتيتي على مدى السنوات الفائتة، لكن ألمانيا مانعت في ذلك. نفرتيتي كان هتلر بيفكر أنه بيعمل متحف جديد كبير جدا هتبقى دي أيقونة هذا المتحف. طبعا هتلر رحل في 45 بعد هزيمته، لكن بقيت رأس نفرتيتي أيقونة الآثار والتاريخ والثقافة العالمية في العاصمة الألمانية برلين. اسم نفرتيتي في النهاية ترجمته الحرفية الجميلة التي أتت، لكنها أصبحت الجميلة التي ذهبت، ثم استقرت حتى الآن في العاصمة الألمانية برلين بعد أن أعجب بها أدولف هتلر ورفض أن يعيدها إلى مصر. شكرا لحضراتكم، وإلى حلقة جديدة من برنامج الطبعة الأولى.